السلام عليكم متابعينا الكرام. شاهد فنانين اختفوا فجأة عن الشاشة والساحة الفنية وما زالوا على قيد الحياة. الفنان أحمد مراد اشتهر بأسلوبه الهادي في معظم أعماله الفنية. بدأ التمثيل في بداية الألفينات، شارك في 28 أعمال فني، وكان آخر ظهور له عام 2012 من خلال مسلسل النار والطين. ولد الفنان أحمد في 27 أغسطس 1975، وما زال على قيد الحياة ويبلغ من العمر 49 سنة. الفنان أحمد هارون هو ممثل مصري من مواليد 9 مايو 1978، تخرج من كلية السياحة والفنادق، وقد دخل الوسط الفني عام 2003 من خلال مسلسل أونلاين. شارك في 22 أعمال فني، وكان آخرها عام 2018 في فيلم قلب الأسد، ويبلغ من العمر الآن 46 سنة. الفنانة شيماء عقيد ولدت بمحافظة الإسكندرية لأب سوري وأم مصرية في 12 يونيو 1987. بدأت التمثيل في منتصف الثمانينات، وشاركت في 31 أعمال فني، كان آخر أدوارها في مسلسل أولاد الشوارع عام 2006، ثم اختفت بعد ذلك عن الأضواء تماما، وتبلغ من العمر الآن 46 سنة. الفنانة موناليزا اسمها الحقيقي منى عاطف سيد عجمي، ولدت في عام 1975، ظهرت للمرة الأولى مع الفنان محمد هنيدي من خلال فيلم همام في أمستردام، وشاركت بعده في فيلم أصحاب ولا بيزنس وفيلم عمر 2000 ومسلسل حديث الصباح والمساء. اعتزلت الفنانة موناليزا الفن وارتدت الحجاب عام 2002، وما زالت على قيد الحياة وتبلغ من العمر الآن 49 سنة. الفنان وسام حمدي بدأ نشاطه التمثيلي وهو طفل في بداية الثمانينات، شارك في 73 أعمال فني، وكان آخر أعماله مسلسل العراف مع الفنان عادل إمام عام 2013. ولد الفنان وسام في 14 يوليو 1977، ويبلغ من العمر الآن 47 سنة. الفنان طارق نصار هو ممثل مصري شارك لأول مرة في فيلم محامي خلع مع الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري، شارك فقط في 4 أعمال فنية هما فيلم محامي خلع ومسلسل شهر العسل ومسلسل ليالي أوجيني وفيلم لحظات أنوثة. ولد الفنان طارق في 1962، ويبلغ من العمر الآن 62 سنة. الفنان أحمد الشافعي ولد بمحافظة الجيزة عام 1971، كان أول ظهور له في مسلسل المال والبنون عام 1993، قدم للسينما والتلفزيون 55 أعمال فني، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل الوسواس عام 2015، ويبلغ من العمر الآن 53 سنة. الفنانة إناس نور ولدت في عام 1975، بدأت مشوارها الفني وهي طفلة في فوازير نيلي، قدمت أكثر من 80 عمل فني، آخر أعمالها كان في عام 2020 في مسلسل الحيطة، واختفت بعد ذلك عن الشاشة، وتبلغ من العمر الآن
49 سنة. الفنان سامي جوهر كان أول أدواره في دور برع الحاجب في مسرحية شاهد ما شافش حاجة، ثم شارك بعد ذلك في 5 أعمال فنية واختفى تماما عن الساحة الفنية، وكانت آخر أعماله عام 2010 في مسلسل اختفاء سعيد مهران، ويبلغ من العمر الآن 73 سنة. الفنان عماد محرم ولد في 8 يونيو 1951، هو ممثل ومنتج مصري كانت بداية مسيرته الفنية في السبعينيات، وآخر أعماله مسلسل عوالم خفية عام 2018، قدم للشاشة 61 عمل فني. ما زال على قيد الحياة ويبلغ من العمر الآن 73 سنة. الفنان حسين الشريف حاصل على درجة الليسانس في الحقوق، كانت بداية مسيرته الفنية في السبعينيات، قدم للسينما والتلفزيون أكثر من 344 عمل فني، وكانت آخر أعماله الفنية عام 2013 من خلال مسلسل أهل الهوى. ما زال على قيد الحياة ويبلغ من العمر الآن 68 سنة. الفنان طارق الأمير هو ممثل ومؤلف مصري بدأ مشواره الفني في التسعينيات، ومن أشهر أدواره في فيلم اللي بالي بالك وفيلم عسل أسود، قدم للسينما والتلفزيون 8 أعمال فنية فقط. ولد الفنان طارق في عام 1965 ويبلغ من العمر الآن 59 سنة. الفنان سامي كامل ولد بمحافظة القاهرة عام 1947، تخرج من المعهد العالي للفنون، بدأ التمثيل في عام 1976 وشارك في 14 عمل فني، وكانت آخر أعماله الفنية في مسلسل الماضي يعود الآن عام 1997. ما زال على قيد الحياة ويبلغ من العمر 77 سنة. انتهى الفيديو، شكرا لاستماعكم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.